دلوقتي هنروح مع حضراتكم لمنطقة أخرى ومكان تاني في مصر، وهي منطقة وادي الحيتان في الفيوم اللي شهدت إزاحة الستار عن تمثال أضخم حوت مصنوع من الخردة واللي بيستهدف تخليد تاريخ تلك المنطقة الشهيرة. هذا التمثال يا جمانة عبارة عن مجسم لحوت ما قبل التاريخ، يبلغ طوله 15 متر ووزنه بيزيد عن 3 أطنان. تم صنع هذا التمثال من كاوتش العربيات. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في مدخل وادي الحيتان بمحافظة الفيوم تم وضع تمثال ضخم يخلد تاريخ تلك المنطقة الأثرية الشهيرة. التمثال تم صنعه من الخردة، وهو عبارة عن حوت ما قبل التاريخ طوله 15 متراً ووزنه يزيد عن 3 أطنان. أبدعه الفنان التشكيلي إبراهيم صلاح الذي قام بتنفيذه من تدوير الخردة الحديد وإطارات السيارات المستعملة. استغرق تصنيع التمثال 25 يوماً بعد أن كان من المفترض أن يستغرق 3 أشهر. تم وضع التمثال بمدخل مدينة يوسف الصديق على ضفاف بحيرة قارون بالمنطقة المتاخمة لميدان أيوب، وذلك تخليداً لمنطقة وادي الحيتان الأثرية. يعتبر وادي الحيتان من المحميات الطبيعية في مصر والعالم، حيث يشتهر بوجود حفريات حيتان كاملة كانت تعج بها المنطقة قبل 40 مليون سنة عندما كان الوادي يقع تحت محيط ضخم، بالإضافة إلى حفريات بحرية عديدة يمكن رؤيتها في المتحف المفتوح الذي يتيح للزائرين إمكانية رؤية الحيتان وعدم المساس بها لحمايتها. هنتكلم بالتفاصيل أكتر معانا على التليفون الفنان التشكيلي إبراهيم صلاح، مصمم ومنفذ تمثال الحوت بمنطقة وادي حيتان. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم، صباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بيك. طيب يعني إحنا شفنا تمثال أو مجسم الحوت زي ما تابعنا مع السادة المشاهدين، يمكن كمان أنت على صفحتك على فيسبوك كنت منزل فيديو شارح فيه كل التفاصيل. قبل ما ندخل في التفاصيل المحيطة بقى بظروف ان انت تعمل التمثال ده، اشرح لنا كده في البداية جات لك الفكرة منين؟ ليه فكرت ان انت تعمل اصلا مجسم تمثال الحوت اللي بيعتبر اضخم مجسم لحوت ما قبل التاريخ بالفيوم؟ تمام، هو البداية الحمد لله كانت الموضوع احنا في إقامة فنية 3 شهور، ففي خلال الإقامة دي زرنا الأماكن المعروفة في مدينة الفيوم، الأماكن السياحية الجميلة، فكان من ضمنهم وادي الحيتان. فكانت بصراحة يعني زيارة حلوة جدا ولها تأثير مع الواحد، وبصفتي كنحات حابب إن أنا يكون ليا دور على الأقل بسيط في المساهمة إن احنا ننمي الأماكن دي ونعرفها للناس كلها. فكان من ضمنهم ان انا اعمل حوت ما قبل التاريخ. الحيتان هناك موجوده باشكال كبيره جدا وانواع مختلفه، فحبيت ان انا اختار شخصيه منهم وعمل وابتدي اعمله تمثال ميداني. عظيم. ابراهيم، الفكره جات لك من وجودك في الفيوم، اعتقد من خلال استضافه الفنان الجميل محمد عبله لمجموعه من الفنانين في الفيوم. أنا عايز بس أتكلم عن نقطة تانية مهمة برضو، أنت مش أكاديمي يا إبراهيم، مش كده؟ مش دارس. أنا عايز بقى أشرح للناس هذا الإبداع اللي إحنا شايفينه، وده مش أول تمثال، ده إحنا لسه هنتكلم على التماثيل كتيرة اللي أنت عملتها، لكن عشان نوصل لهذا الإبداع إزاي وصلت له؟ الممارسة أكتر والمتابعة والمنحة برضو كان ليها دور كويس جدا مع الفنان محمد عبلة وفنانين تانيين. المتابعة والإشراف تحت إيدين ناس خبرة في المجال بينمي الموهبة أكتر ويخليها توصل لمرحلة كويسة جدا، فدي كانت نتيجة أنا انبسطت بيها، وإن شاء الله الفترة اللي جاية بس إن يكون في كل محافظة بلدنا عمل خاص بإعادة التدوير، لأنها فعلا الفن ده معروف على مستوى العالم ويستحق يكون ليه دور معانا في المساهمة في ظهور الأماكن السياحية المعروفة. أستاذ إبراهيم، طيب كلمنا بقى عن تفاصيل صناعة التمثال ده، يعني جبت المكونات منين؟ اشتغلت عليه لمدة قد إيه؟ احكي لنا تفاصيله بقى. الحمد لله، يعني هو الخامة كاوتش عربيات، وبستعين بالحديد برضو معاه لأني أساسي بعمل الشاسية أو الهيكل بتاعه.
من قطع الحديد، بجمع الحاجات دي وبشتغل عليها يوميا 8 ساعات، لان انا في فتره النهار بشتغل بماده اللحام. اخذ وقت يعتبر 25 يوم، هو ياخد اكتر من كده من 3 شهور لاربعه. فالحمد لله يعني كان معايا فريق كويس جدا في المكان، شباب بيجمعوا لي الكاوتش وابتدي نقطعه ويتفرد، وبعد ما يتفرد ببتدي افرده على الحديد بشكل كده متناسق بحيث يطلع بشكل بسيط. فرغم بساطة العمل الحمد لله يعني ناس كتيرة عجبها ومبسوطة بيه جدا، بس هي النقطة الوحيدة والصعوبة ان احنا اخترنا شكل من اللي موجود في وادي الحيتان، والشكل ده مش معروف قوي لدى الناس كلها، يعني في الناس اتعودت على الحوت العادي. فكان بالنسبة لهم ده مختلف، ودي يعتبر نقطة كانت حلوة ان هم يبحثوا اكتر عن الموضوع، يعني في ناس بتبتدي تعرف عن فكرة الوادي الحيتان وبايه بالظبط الحوت ده ليه وليه الشكل ده. طب انت اكيد عرفت القصة بالظبط. ده اكيد طبعا اي عمل بشتغل عليه بكون دارس كويس. طيب احكيها لنا. فانا بحثت اكتر، وكان في من ضمن المرشدين الناس اللي بتبقى متواجده في وادي الحيتان بيمر عليا في المكان في الورشه اللي انا شغال فيها، فكان بيشرح لي هو كان نوعه ايه من انواع المفترسه لاكله اللحوم، وفي نفس الوقت الفك بتاعه ليه اسنان، الطول بتاعه مختلف عن طول الحوت العادي دي اللي هي طول اكبر. فكان بيديني تفاصيل لشخصيه الحوت نفسه، وانا بحاول اوصلها للناس بصوره يعني مبسطه خالص من كاوتش العربيات، لانها خامه صعبه وبتظهر العمل يعتبر بشكل لو اتعملت مش كويس هيكون مسؤوليه، هيطلع شكلها مش كويس يعني مش حلو للعين. طيب احنا جمعنا المعلومات يا ابراهيم، خلاص الخطوه اللي بعد المعلومات ايه؟ بعدها ابتديت ارسم سكتش وعملت مجسم صغير، وابتدينا نطرحه على الجهه اللي هي هتتبنى الموضوع معانا في مركز الفيوم مع الفنان محمد عبله ومع المحافظه، وابتدوا يتقبلوا الموضوع، والمحافظه بصراحه وافقوا وما قصروش معانا في حاجه ووفروا لنا المكان اللي هيتحط فيه التمثال. وبناء على المكان حددت ابعاده، يعني هيكون حجمه قد ايه علشان خاطر يكون في مكان يظهر زي كده. فالطول بتاعه وصل ل 14 متر وجمعته بشكل كبير جدا على الارض، وخدت الخطوات بقى اللحام الاول الحديد بعد كده الكاوتش من فوق. فكانت مراحل حلوه جدا الواحد بيتعلم فيها حاجات، وفي نفس الوقت كانت مسؤوليه للواحد لانه هيعمل تمثال يتحط قصاد العيون كلها، الناس كلها طبعا هتشوفه. طبعا واحنا كنا بنعاني، خد بالك وانت اكيد واخد بالك، كنا بنعاني لفتره من الفترات لتماثيل تشوه تاريخ مصر موجوده للاسف في بعض الميادين، فلما يكون في فن حقيقي وتمثال فعلا يستحق انه يكون موجود في ميدان عام الناس كلها تشوفه فعلا، وحاجه يعني ايه تسر الناظرين زي ما بنقول. فعلا هي مسؤوليه كبيره جدا، انا يعني كنت خايف منها جدا، وعلى قد ما اقدر بحاول اوصل الفكره بصوره بسيطه تماما. القعده بتاع التمثال برضو يعني ممكن تكون مش سبب ظهوره بشكل مش كويس، فحبيت ان هي تكون من ارض المكان من الحجاره اللي معموله في المكان، جمعناها وخليت القعده برضو من روح الارض اللي هو موجود فيها، وفي نفس الوقت الحوت موجود على مدخل قصاد البحيره. فبصراحه يعني الناس حبت المكان وابتدى يكون جزء من الصور التذكاريه اللي الناس بتروح تاخدها في المكان، يعني بيروحوا مخصوص عند التمثال علشان ياخدوا صوره تذكاريه في تونس او في الاماكن اللي زاروها يعني. طيب استاذ ابراهيم سريعا جدا واخيرا، الرساله اللي بيستهدفها هذا المجسم ايه؟ يعني وانتوا بتعملوه كنتوا حابين توصلوا ايه من خلاله؟ نقطه اعاده التدوير وتحويل المخلفات لعمل فني، ده على الاقل بيساهم ولو بسيط في تغيير الفكر والوعي عند الواحد ان هو ممكن يحب يشوف كل حاجه جميله، وفي نفس الوقت يساعد على تنميه البيئه بظهورها بصوره مشرفه للعالم خاصه الاماكن المعروفه زي كده. طبعا بشكرك جزيل الشكر الفنان التشكيلي ابراهيم صلاح، نورتنا في صباح الخير يا مصر.